يعني أعتقد هذا التقارب ما بين إيران والسعودية هو يخدم المنطقة، يخدم الشرق الأوسط. وأعتقد هذه القراءة من قبل المجلس الأوروبي يعني وضح بشكل بأن هنالك قطبين كبيرين في المنطقة لهم مؤثراتهم، وبالتالي اتفاق هاتين الدولتين أو اشتراكهم أو دخولهم في مفاوضات وفتح صفحة جديدة من الصراع الإيراني السعودي ممكن أن يخدم المنطقة ويخدم العراق. وأعتقد العراق هو يتبنى جانب التفاوض الوساطة من أجل أن يكون هنالك تبادل وجهات النظر، أن يكون هنالك مشتركات، أن يكون الخيار الدبلوماسي التقارب التنسيق ضمان المصالح المشتركة تجنب التصعيد على كل المستويات السياسي والعسكري والأمني. هذا ممكن أن يخدم المنطقة، وهذا الأمر حقيقة حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي تعيد أن يكون هنالك تقاربا إيرانيا سعوديا ممكن أن يغير شكل المنطقة وأن تكون هنالك الوضع مستتب بشكل كامل. وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح في الشرق الأوسط، وكذلك بأن هذا الصراع لابد أن ينتهي. يعني هنا أستاذ صباح، هنا بيت القصيد. لسنوات عديدة بقي العراق يعني ربما إن صح التعبير متشرذم بين رياض وطهران، ولكن يعني تحدثنا عن القوى العالمية، واشنطن أبرز هذه القوى العالمية. في أي سياق حضرتك وصفتها بأنها تؤيد هذا التوافق وهذا التقارب السعودي الإيراني، يعني هل يصب هذا في سياق ربما التمهيد لتوافق أمريكي إيراني أو اتفاق أمريكي إيراني مسبق؟ هل هذا عربون تفاهم مستقبلي دعنا نسميه؟ يعني أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغير سياساتها حيال الجمهورية الإسلامية، والدليل بأن هنالك تفاوض في فيينا من أجل عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي، بالإضافة لأن يعني معادلة الصراع تغيرت. يعني بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنحصر على المستوى الاقتصادي والسياسي، وبأنه ليس هي القطب الأوحد التي يدير السياسة العالمية، هنالك قطب كبير جدا الصين، هنالك روسيا. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية الآن الخط النزول بدأ لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فما عليها إلا أن تغضخ وتراهن على الجانب المسار الدبلوماسي والتفاوض وترك المسار التصعيدي، وهذا لا يخدم الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتصارات الكبيرة في اليمن، في العراق، في سوريا، في لبنان. بدأ بأنه محور المقاومة التي تتزعمه الجمهورية الإسلامية في إيران هو المنتصر، هو الغالب، هو المؤثر. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية التقارب ما بين السعودية وإيران هو ممكن أن يخدم المصالح الأمريكية، وهذا الأمر حقيقة هو تغير واضح بالسياسة الأمريكية حيال الجمهورية وحيال المنطقة. هذا الأمر أعتقد هو ممكن أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ممكن بمساحة معينة. ممكن أن تكون قضية جانب الصراع مع الكيان الصهيوني يكون هنالك اتفاق، أما السعودية أعتقد هي استشعرت بأن الجمهورية الإسلامية هو رقما صعبا بالمنطقة، وعلى السعودية هي ذهبت باتجاه المسار الدبلوماسي دون تصعيد، وتعلم جيدا الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم حلفائها وممكن أن تتخلى عن السعودية كما تخلت عن الحكام عن معمر القذافي وحسني مبارك والكثير من الحكام لدى الإدارة الأمريكية. وضحت الفكرة. اليوم السعودي عذرني على المقاطعة أستاذ صباح، تجاوزنا الوقت المخصص لهذه المداخلة، أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات. الأكاديمي والباحث السياسي الأستاذ صباح العقيلي، شكرا جزيلا لك.